الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتاب جيني الفقه المنهجي سيبا وعير كجري وقف كأي أحكام تورها وعي علماء الله رحمه الله تعالى لزوم الوقف وما يترتب عليه من أحكام وقف كلازم الديسة ولازمي واجبي وسقنا ضي يا وحياني كرتب مي أما كدرنا يا أحكامها الوقف وقف شيء قال وقف أما وقف ده وحلا وقفا من العقود اللازمة عقود لازمة أي كم ديهي التي تاسو يترتب عليها وكرتب ما يوكد لن يأثارها أثار تدير هذا الكادي بمجرد إنشاء العقد الصحيح مركا عقد صحيح حل عريو أو خلي أو كلئة أيه كغدر ليس كرتب أثار تيس وليس هو وقف قموها ننك الوصية تيسي دردارك أوكالي فإنها عقد جائز عقد جائز وي وعليه العلماء وقفوا مركا وقفوا وح وقفوا وحاسي أما هذا وحما قورتا أما وح قورتا ها هذا وحياري وقف قود وبنانا مركا وقفوا وقفوا وقف قاسي وحو كمدية هاي عقود لازمة سيدا كل لازمتي سيدا كسقناتي سيدا كقوضي وح خيارة إيا دور إيا كان نقوشو إيا سكالة أوليقيد بدنا ما أريك بنانين وقف قوحو كميدي مركا عقودة لازمة إيا كارتي ما يساي كارا ليس آثارتي إيا رهادت كادي مركا عقدي يا صحيحة ألا إنشيائي ألا عريوه خالي النمادة عقدي ألا عريوه صحيحة أي مجرد كيسة أي أثارتي كارا ليسا سيدا وصيادة أكارة ما هو وصيادة وعقد جايز وقف قوحة نونكرا مد اللغات ده مركة وقاريو ده أيه ده بدي يسوق ما يسا أيه نقف جا أقبلا إيوه لكن يساقو مرأة اللي يعني مركة عقد جا صحيحة قف جو صبا إيوه سيدا سوق كل هذه سياس وقف جا ملك جيسي كبع سياس أي مركة أثار دي سير هذه كسر كرت ميان ويترتب وح كرت ميان على لزوم عقد الوقف عقد جا وقف جا لازم تانجي سال أحكام التالية أحكام تن صو صعطه يتحن ألف كوب هذا عدم ثبوت الخيار إن أنا خيار يدور قادش أنا كسق مينن في عقد الوقف في عقد يا وقف قا فإذا وقف وقفا صحيحا مركو وقفه فليس له بس أنا خيار مجلس خيار مجلس بس غنان كما أنه ليس له خيار شرد أيضا خيار شرد لا مرلا بعد ملء لازم تانجا وعقد وقف لازم يا وحد خد على نيا أحكام ده صوص عطا كو قدم هكو بعد مر هدي وقف وقف صحيح أو صبيو وح خيار يا وح دور وقف وقف عقد يا وقف وكي على نيا مجلو خيار مجلس أنت هل كي وكو وقفي وشوقي أنو كتجن خيار يدور يرن ما يوكغا نقضى ما وسكر إلى هذا خيار الشرد والشرد سوء إلى هذا اللبع عشاء ما صدع عشاء أيان كسوا فكر إياه وهذا يتوى حكي بدلنا مرحا با انتقال ملكية الموقوف وحكى له أي ركسك ما يلحان شيء شيء قال وغفيه أوقر إلى الله سبحانه وتعالى إلهي حقيسا فلا يحب للمالك الأصلي ومسؤولني التصرف في الوقف إنه قد تصرفه على سبيل الملكية لحاشه تشتكيد لا ببيع نيب ولا هبة يهبتون ولا غير ذلك
إياك غير كي تورا وعليين علمادو وحكا رأو أيضانا كاللازيمة يا مكادا لنا يا إنو لحانشيه شيئاً لو وقف إلهانشيه سيؤقور إلهي حقيسا لأصالة وحوى الب إلهي أيا إسكاري إنكو اختصاصي القارو خلاشيك شايون بينو لنا حي انتا يرى اختصاصك اي شيكي شديان شيكنا ينينا ويكب حيسا وبناء ادمي شيكنا يامتشلو وقرق الهي بان لي مساجدك عد لقو شيك ايو مسجدك رير هبالو والورك لما مسجدك المعنى او وقفي بان نقر ايسا لكن وحو الله يهيو سيه قرق سيه قارق سيه الله قطير ايو من نقر ايسا مركا اله حقي يسوه وريق ياملك ايو اختصاصك يا قارق شدي يا شيخ شدي بين ادمي هو كبحيا مالك يا اصلك هاي شيئا لهانا حق ملايين وقف في كتصرفه سم ملك النماء يلا هانشو او يعني سي حولها ولا هي هاي هو تصرفه هو ما تصرف كرو ما يمين كرو ما هي بين كرو يعني ما صدق ليسن كرو سي كلا ما اورن كلا شيء ملكي سي هو كبحي dad iyo qaarba asayno diba inuu ka sheegi doono dulbay waqfinayaan ama guribay waqfinayaan de hada u toombo marka meeshii oo markay yar qaaliyowday iyo waxba arkay rasuul ee waan bedelaya meel kale aanu bedelaya wayna arki doonaa uma banaana jim intiqalu haqqi lintifaa waxa kale oo qara timaya inuu u guuro haqqi dheefsigu بالوقف لا بيفصل الى الجهه جهادي ايو غريا التي جاد سو كان له الوقف وصول هذه خاصه كان ذات اجادس او عام من عام بها قبل الصدح هذا كدلن يوقف برك لازمه وحا وهي شيء ان لو وقف انتفاع سياسي نفسي سي حدو او ترى غلي دي مثلا غري لغليو حدو او ترى غلي ميل لو توكريو haddu ugu tara galay ceel iyo barkad iyo dhaam iyo biyo laga cabayo dheefsiga iyo intifaac siga xaqiisu wuxuu guuraya cidii loo waqfay ama haato cid khaas ah oo de marka qof iyo laba iyo koox ku waqfay ama sa'a cid khaam ah ku waqfay dadka fuqrada dadka masaakiin dadka baahan mid ku doonaba hadii xaqi intifaac siga shay ma qofka cidii loo waqfay buu guuraya ملكية الموقوف شيئا موقوف قال له وقفي ملكية دي سيئة لحنشيسة إذا وقف الواقف كوع وقفين يمرك وقف عينا شيء عينه مغضى عقارا مقورتها هذا أو سيارة قالها هذا أو سلاحا هبها هذا أو غير ذا أو غير ذلك أما كغير كها هذا انتقل واقور أيام ملك رقبة الموقوف شيئا لو وقف قور تيسا ملك يدي الهشاد إلى الله تعالى إلهي حقيسا أيو ريق يا أيو قوريا فلا يكون الموقوف للواقف كي وقف يوسق من مايو ولا للموقوف عليه كي لو وقف يوسق من مايو هلك واحد علماء قال لي أن ملكية الإنسان هرب وصل شيئا لو وقف يا عليه waxay leeyihiin culimadu markuu qofku waqfo shay ayna oo muuqda ama aqaarha hada si daar iyo dhul iyo beer iyo wixii lamida shay ma guurta barkad iyo ceel iyo dhaam iyo ama waa wax yaraan guurtooyinka waa sida gaari oo kale waa sida hub oo kale waa sida kutub oo kale iyo wixii lamida وعليه ملكي قارت الشيء ملكي جيس يلفدي سقارت واحد لقوا ذا ده ما أنت بقى لقوا ذا شيء قارتي س يد ما أنت ملكي دي سيا لهنشيس وحجوري يا إلهي حق يسوق جوري معنى اختصاص كي يا شيء شذي بناء بيقول شجني وحجوري إلهي حق يسوق جوري مركع شيء الموقف جاي واقف جي وقفي أسرنا ما يو أوك جوري كان موقوف عليه قال له وقفين وقوري ما يسوي انتفاع سيئة يفهم بوليه
labada arimood ee uu diiday ee uu leeyahay waaqifna u guuri maayo mawquufu calayhina u guuri maayo waa arrin ay qabaan madaahibta kale oo sida abu xaniifa oo kalaa qabay inaan milkiga raqabadu aanay ka suulaynin ninkii lahaa ee shaygu waqaf gaana ahaanaya laguna indifaacayo laakiin la heshiisii uu ku jirayo halka caamatulfuqahaa ay iyagu qabaan intooda kale shaaficiyada waa tan ayo waynu arkaynaa waxay leeyihin milkiyaddii maaligii asliga ah waa ka guuraysaayo kan mawquufu calayhigaah ee lagu waqfay ayay milkiyaddii u guuraysaa dee shaaficiyana waa kuwa ayda xagga ilaahay bay guuraysaa manaaficu lmawquuf shaygan la waqfay haddaba manaaficdiisi iyo dheefihiisii manaaficu lcayni lmawquufa cayntan iyo shaygan la waqfay manaaficdiisi iyo dheefihiisu milkun lilmawquufi calayhi mawquufu calayhiga ayay milki u tahay idaa kaana almawquufu calayhi mucayanan markuu yahay mid la cayimay walaa waxa u sugnaadaa an yastawfiya haadihi lmanaafica inuu ofso binafsihi nafahantiisa aw bigayriha ama cid kale inuu ku ofso biicaaratin amanaysin waijaaratin iyo kirayn wayamliku aydan waxa kaluu milkinaya fawaa'id alwaqfi waqafka fawaa'idiisa alxaasilati ee xasishay bacda waqafka dabadii ka thamari lashjaari lmawquufati calayhi dhirtii lagu waqfay midhaheedii oo kale wa suufi wallabani wa awlaadi dawaabi lmawquufati calayhi ayda iyo dhogorta iyo caanaha iyo caruurta daabooyinka lagu waqfay ay leeyihiin aydan mar labaad ama idaa kaana almawquufu calayhi hayra mucayan hadduu yahay midaan mucayan ahayn wa inamaa huwa jihatun min aljihaad kalfuqaraai masalan fa innahum laa yamlikuuna manfacata almawquufi ma milkinayaan bal yamlikuuna xaqa alintifaaci biha xaqa ku intifaacsiga ayay milkinayaan waxay leeyihiin culimmadu cayntan iyo shaygan la waqfay manfacadiisa iyo dheefdiisu waxay milki u noqonaysaa kii lagu waqfay marka uu yahay mawquufu calayhi mucayan markuu yahay kan lagu waqfay markuu yahay hebel ama hebel iyo hebel markuu yahay wixii manaafica ee uu leeyahay waqafkaas isagaa milkinayaa hadduu yidhi gurigaa inay galaan baan ugu waqfay dee geliddiisii ayay milkinayaana yeelanayaan inay ka cabbaan baan u yeelay ceelka ama barkadda dee ka cabbiddaas ayay milkinayaan waxaana u sugnaaday waa markuu weliba kan mawquuf calayhi mucayan yahay waxaana weliba u sugnaaday masalan markuu mucayan qof oo kale uu yahay manaaficdaa inuu ku oofsado isagu naftiisa inuu galaba la yidhi ayaa loogu waqfay meesha inuu cabbo ayaa loogu talagalay inuu isaga lafdiisa gala iyo inuu cabbo uu leeyahay waxa kaluu leeyahay bigayrihi cid kale inuu ku oofsado cid kale inuu manfacadii yacnii ku dhammaysu ku guto masalan waxaa la yidhi gurigaa inaad degto ayaa lagu waafay dee cid buu ammaanaysiin karaa markaasoo dhan iyo adigu deg cara wuu samayn karaa waxaa kaluu samayn karaa ijaara wuu kiraysan karaa hadda shaygii waa waqaf oo isagu waqaf ku yahay markaa manfacadiisii mar hadduu isagu leeyahay waa ammaanaysiin karaa waana kirayn karaa waxaa kaluu milkinayaabay yidhaahdeen fawaa'ida iyo waxyaalaha dheefaha ee waqafka ka yimaada intii la waqfay dabadii geed baa lagu waqfay geed midhooda dirtan midhaha bixisaa midhaha ka soo baxa isagaa milkinaya masalan waxaa lagu waqfay xoolo nool xoolahaa nool dhogortooda iyo caanahooda iyo maqasha ay dhalaan iyo waxa yaryara ay dhalaanba isaga ayaa milkinaya odiyo qoraladii inagu dhogortooda waxba kuma falle eh dee wariga arkay bariga dhulka mongolia iyo dee ama meelahan kaleba dhulalkan qaba odiyo qoralada ay xoolu dhogorta badan leeyihiin wadiga arkay dhagarto markaa dee in laga hoodhiyo mashiin la geliyo markaa dee waxyaalo badan baa laga sameeya busayaashii ayaa laga sameeya markaa suuf gooda caanihii waynu arkaynaa wixay dhaleenna waynu arkaynaa yacni ciddaasaa milkinaysaa laakiin waxay leeyihiin haddii ciddan lagu waqfay kayru mucayanayta ciddaan cayinnayn weeye waa jiha min aljihaad jihooyinka ka mid a waxaa la yidhi fuqarada ayaa lagu waqfay masalan
دي فقراتي دات كوانا هو واحد اللي يليه وحي فقير يقف باهن إلى هاي الشيء قال لك كل ميو أي وحي لين مركا منفعدة الشيء موقوف قام منفعدي سمان بالكليان لأنه دات كوانا وحو ده ملكي كراري أهين بل محيا لنا يعني ملكيين إنه يكون انتفاعان إنه يكون دفصدار إنه يكون sida ki muayyan ka uu kireysanay u cid kale u gelinayay de xabad faqir iyo kale inuu dhaana kireysanaya in ama uu yiraahdo marka ana cida maareysiinay de ku kaliga ma idbaal ku kala lamay waxa uu faqir adduunada jooga dhan ba kula leey atasarru bil mawqufi wa ku tasarruf gayku takrifal ka shay la waqfay لا يجوز تصرفه إلا تصرفه ألا تقرف على مبنانا برقبة العين الموقوفة عين تي شيء لوقف الرقبة دي سي قرتي سي لبدي سا إلا تصرفه مبنانا بيعا إباها أو شراء إبسيها هبة هباها أو إرثا حلها لا من قبل الواقف كي وقف حقي سا لقد تصرفك ولا من قبل الموقوف عليه كي لو وقف حقي سنة لا يجب تصرف كرم معينة كان الموقف عليه هي أو غير معينة هي بل تبقى على ملكية الله تبارك وتعالى أيك باقي أهنا إسام تصرف منافعها نوح الله إلي إلى موقف عليه عد لو وقفه ويعمل بها ولو رغم ما أمكن أنت صورة قرى بما نص عليه الواقف وقفك وقفه وحي وعدي دل على ذلك أن وحى تسني وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه نص في وقفه وحو كعدي أنه لا يباع إن لا يبني ولا يهب أن لا يبني ولا يورث أن لا دحلني رواه البخاري ومسلم وعلي العلماء ما بنانا شيئا عين لا وقفي قرت هذا هي اللبد هذا إن لو تصرفه إيب لسي إيبيو إبسي أميت كلا يبسدو هبة هي مركا بحين ليس كهبة يوم إرث يبدا حالين لغو قاطو انتا من دكما بنانا وحانا يكب بنانا إن حقا كي وح وقفي شقا كمالي كان لغو وقفي لبدي سحقي سنة ورماسي كسعون ما يام أما كان لغو وقفي دامد معير هذا قفر هذا أما غير معين هذا سيادة فقراء مساكين يمركز سكر هلا إلى هذا متكودك ما تصرف كرو أربعة شجرين ما تصرف كرو بل ملكية دي لها شيء لا يبي كوب باقي هنا يسا وحين منافعة إكسو بحاء دافا أيوم بعيد لجو وقفي يعني لصير يا يو لا إلى يحجيسه وحنا لقول لك ما يابي لهذين انتي صورت قالا قفقا وغفي وحي وعدي سيدو يليها الله يلاهو سيدو يليها الله يلاهو إيا وحي وعدي بها لقول لك ما يابي لأنه واتين صوت الماني قاعدة بي لهذان شرط الواقفي كنص شارعي قفقا وغفي شردي وكو وغفي وحي لمدي نسك شارع وكره أيو لمدي سيدا آيات يا حديث وحي تلمانين لقول لك مو أي قفقة وحوقفي وقفقة وحوقفي وحي شرط ودقة لورها عيال لفرينية وحناتو السنة يا أرندا وقفقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي بخاري مسلم ورين أيام مركي وقفقة سبايا دولكي خيبرا وكهرا يقيمها لها وعلي اللي يبين مايو واللي يبين مايو والله نحلي ما يبين نفقة الموقوف هي شيء قال له وقفي هذا ما نفقة ديسي يقرشيات كيسي إذا كان للموقوف كان لنا وقفي للموقوف النفقة يحتاجها كان موقوف وعوصا النفقة وباهنية هي كطعام الدوابي دواب دابوين وحلا وقفيرها شمي وباهين أو ترميم المباني ده بسمياشي اندي بلادي صار لضيع تريول لهجاتيهم أو سلاح الآلات ألوين كين لهجاتيهم فإن هذه النفقة تكون وحي نغيسة من حيث شرطها الواقف ماشي كوقفين يهو شرطي من مالي هيا أو من مال الوقف هيا فإن لم يشترط الواقف كوقفين يهدانو شرطين
شيئا كانت النفقة وحي نقلسة من غلات الوقف وقف وحيالي غلات كيسي كسو بحيبا نقلسة إن كان له غلة هدية أي وحكسو بحان فإن لم يكن للموقوف غلة هدان يسغلان أو تعطلت منافعه أي مركة عدلانتوي فريسته فالنفقة تجيب في بيت مال المسلمين بيتك بيت المال مبنك مسلمين تا أي النفقة كواتيوسة لأنه بيت المال مسلمين تا مرسود وحا مركا الله قد ترقى لي وهلك الله دقي لمصالح درهود وفي النفقة على الموقوف شيء لوقفين النفقة يسرى مصلحة لهم مسلمين مصلحة يدى موقصها عليه العلماء هذه شيء الله وقفي ونفقة باهنية هي سرى هانوك يوح لو بحيوه سيدا دواء دابوينو فردو وقفي قلبو وقفي أريبو وقفي دواء باهية هي باد يبيو باهية هي بسم ياشي دواء يوساو تاقنان ما ياني وحي باهين لترميمي أو لحقاتيو أو دي هدي دلاعان مركة هدي ميلة دمان لسبي هدي دلاعان هدي ميلة تشبان هدو مركارين يقول هدي الباب دي اي كحمة هدي ملك الخوف دي ملو دي صو اللات بي هنو مثل ايجينو وقفي ايجينو دي با عدل مي قاربوها قاري با دوقي تاي رضي با كحمة دي وحك لا كحمة دي وحوي حقاكين دي اللات كي نفقلاس اي خرشكا وقف قبوبة هنية يحي وحلقا بحينا يا هلكي قف قو وقفي وليه حلقا بحيو qofkii waqfiyay baa dib loogu noqonaya haduu yiri shaygaasi wuxuu baahdaa xoolahayga kala laga bixiyo gaarigaasi wuxuu baahdaa laga bixiyo hantidaydan kale gurigaasi wuxuu hagaajin u baahdaa nafaqadayda maalka kala laga bixiyo halkaas uu baa laga bixin haduu yiri shayga hal laga bixiyo isaga hal laga hagaajiyo oo waxa kirada iyo waxa ka soo baxaya hal lagu hagaajiyo haduu yiraahdo di halkaas laga bixin وحبا هدوا ما شردنين مرها ديان وحبا شردنين الشيقي ونو وقفي ديان نفقه سي وحي نقريسا وقف غير حدي وحكا صوبحان ومثلا ديو البوالا البيركو كالي البيركو دي مركا ويكرا سيدو وحبا كصوبحيا وقل الله ضحي ديو وحا كصوبحي ينبا اللعور ما يئي ديان لغنا حقاكين هدي وحق الله أن الله ينور يحبك الصبحين دواء مسجد بك السوق هذا ما هو ميل قري ويجيب إن دت قاس إحدان صعدت ضعه أما منافعه له يد السيد لو ما له يبا شيء يبا وعد الماء يبا بشرك الصبح ما يو بيت مالك مسلمين تعيون بالله قبل حنا إياه بيت مالكنا بيت مال المسلمين أما بيت المالنا halka bangigan dhexe maanta dawladahan casriga ah uga yahay buu ugu jiray wixii amwaal caamaha ummadaasi ay wada leedahay ka dhaxeeyaan khasaanadii ama meeshii la dhigayay baahay inta laga bixinayo ee dadkii mustaxiqiin tahay mutay laga siinayo laana wacayna baytumaar muslimiin waxa marka loogu tala galay oo halka loo dhigo marsuud u yahay masaalixdooda ده شيء موقوف عليه موقوف قائلا النفقه المسحة المسلمين توصل هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به هل كان وحي كان لأن علماء ذو الشيء إلا وقفي لما الشديسة إيه وحي الله الله حليلة وحي علماء ذو قد يهلك الموقوف شيء إلا وقفي إنه هلاك سماء الأركاء فتتعلق به دم يترأي كتع الوقضي الله حليلته فتتعلق به وحن مركا قطع لوقي الله حليلي عندها لكن مركو على يكسبه أحكام أحكام با قطع لوقي صلى الله حليلي تختلف أحكام دا سوء اسخلاف ويسا باختلاف العين الموقوفة الهالكة كلا دوانا انشها عين تلا وقفية هلاك سنتين وباختلاف نوعية الهلاك إيا كلا دوانا انشها نوع أيو هلاك سنتين وباب بعضي وهذه الأحكام هي وحي لين علماء ذو شيء إلا وقفي نوع ضانبها هذا وحد عكرتين هلاك سماء بابو
marka uu dabeytana halaagsamay ee uu baabaay amaba uu dhintay hadduu noolo ahaa axkaam ayaa halaagsankiisa iyo baaba'iisa iyo dhimashihiisa axkaam baa ku xidhmayso la xidhiidhaysaa axkaamtaasina waxay isku khilaafaysaa ama ku kala duumaysaa cayntan la waqfay ee halaagsantay ama dhibatay ama baaba'day kala duwanaanshaheeda wixii la waqfay ee kala duwanaa kala xukun bay noqonayaan waxa kaloo ay axkaamtaasi isku khilaafaysaa hadba noocan ayuu halaagsantay iyo waxaan halaagay ama waxaan baabi'iyey ayaa iyada loo eegayaa axkaamtaasina waa tan ألف إذا كان الموقوف بهيمة غير مأكولة وحن لو وقفي وحوها بهيمة يما ييران ينف حولاه وان لعرين فما تدوي دباتي اختص بجلدها بالجلد عرق هذه وحكو قار نقون الموقوف عليه لأنه أولى به من غيره إساء خمضا فإن دبق الجلد هدي هرق إلا مقديو عاد وقفا عليه أيون غرية ينتفع به وكنتفع ولا يجوز له بيعه إنه إبيانه وبما حفظا على مقصد على مقصد الوا مقصد الواقف ما أمكر أيضا لا إلى لنا يو مقصد كي وجدني كوق فيه أنت صرت قال وعلي العلماء ذو hadii shaygan la waqfay waxaa bahiimo iyo neef ma yeedhaana hilibkiisana aan la cunin waxyaalaha la dheefsado sida dee dameer oo kale dameeraha oo kale sida dee xayawaanaadkan markaa lagu ugaadhsado aan dee ayga iyo aan ahayn doofaarka iyo dabeetana shaygii xayawaankii la waqfay baa dhintay qof baa lagu waqfo wuu dhintay dee marka hore haddii la gowracaanu xalaal noqonayna halkaa horta hilib kuma jiro laakiin harag baa laga dheefsan karaa baktiya harag baa laga dheefsadaa haraggaa lagaya saantaa lagala bixi karaa haraggeedaa markaa waxa khaas ku noqonaya mawquuf caleyk weliba milki maaha waa ikhtisaas isaga gaar la noqon leannu isaga u mudan cid kale haraggii haddii la magdiyo oo dabeetana uu daahir noqdo waxay leeyihiin waqaf buu noqonayaa lagu intifaaco haragaa iyo saantaasi eedaasunu daayo dee haddaa guri saaranaysaa anay guriydii ku dhisay inaa idinku dhisnaato haddaa goglanayseen iska goglada inaad iibisaana ma bannaana waayo waxaa la ilaalinayaa maqsadkii iyo ujeeddadii qofka waqfay u lahaa inay muddo u sii shaqayso intii suurtagala marka haragaasi ha u sii jooga baa la leeyihi ee yimin فإذا كان الموقوف بهيمة مأكولة شيء قال له وقفي وما يران لعنه تيوا وحياري أي نعنه كذي وقطع الموقوف عليك له وقفي نوح وشري ويقين صدي بأنها ستموت إن يؤلما من شيء وحنزل بها كسو دقي جهاز ذبحها قور عيدا بنا للضرورة الضرورة دراد ويباع لحمها هلب كذي والإبن ويسرى به داب من جسها دابل الجنسية بها لغو سويبين وتوقف مكانها بها لوقف وقيل واحد يترك أمر لحمها للحاكم أيها اللوغتي يفعل فيه وحق سوين ما يره مصلحة وحي مصلحية دانو أرقو وحي شيء يلا وقفي وشيء بهما يما يران لعنه ونيف جيلة وحوي ونيف لوع ونيف أريا ninkii lagu waqfayna waxa uu yaqiinsaday uu jaray inay dhimanayso wax ku yimi daraaddeed way xanuunsanaysaa uu arkay inay dhimanayso gaadhi baa jugayay uu arkayaa inay nafti ka gurmayso waxa bannaan daruuro ahaan iyo daruuro iyo dhibaatada dee laga maarmaan kaa timi inuu gowracaabo u bannaan neefkii waqafkee lagu waqfay waayay gowracye haddaba siduu odhan haddana hilibkeedii iyo harageedii iyo waxeedii oo dhan waxay leeyihiin hilibkeedii ha iibiyo yuun iska shiraysan inuu isagii reerkiisu aanay jamtaa ka saarine ha iibiyo marka uu iibiyo lacagtii ha isu geeyo neef geel ha ku sabeeyo ma neef ari ama neef lo ah wixii ay goyso oo daaba markaa la jinsi hadday ha lugayn ahayd
تقالير بيقولنا قارير ما قارير حساسيو هذا ما فاريا أحد دمدوا ما هذا المدير حساسيو وتوقف مكانها سيدي أي تند وتوقف قايد باكن هيل بكذا اللي جسوا يبيه وقف فيه نقول إسا قيل بقول لا يهي ما يمرك اللي المرك هو جورعية وقري أرنك هيل بكذا اللي جي إليه حاكمك أما قاضي أما قرصورة ماشا شوغا أيان لو دينية وحيسو مصلحة واركو أيو كسوية حدو عركة مركة أيو نيف قرال لغو سوي بيو أو ديتر وقف يهاتو حدو عركة مساكيد يفقر دهير وقعي بيو إساو سيدي وحدو مصلحة يدن تهو أركو أيو مصوينية وحي دركة مسلمين تاكوضا بحيانا وحي مصلحة دو دي يدن تهو دي كتشر تا أيو بالغو سوينية وحكرا لغو سوي كرام بيشن واتين الدماء إلا مسلمين تقفق وقصر أيام مدحضا إلا قوة كوسية هانتدا أمدا كوضا بحيسا وحي مسلحة دو دي دنتو دو أيتيهم بي أغو تكرف فريان وحكا لا أغو تكرف فريان مجرو وإلا لي الملح أيو كي سيارة ونوغو أما تاجر هو أما وحا دون تأهو كي سيارة مستحق هين مضمين أورا حرام بيكسياني هانتي ومدى سوى الله ذا بقى قادتي اوه تجارتني مكادن دي قوي وحبا وضا قادتي اوه الدكريتا اللي يوسي وحبا الدكريتا عموك وحال علي الميسو وعلا وحي كوحال علي ساماله الكايسي هو يعني وحد هاي ستار كفر دا وحو مدى انتا اللي اي وضا الله ذا يتاتم ان ذا يبني سيا كاوالا نيا كامر كاميرا عاتشيفا وحي وذا الله ينباد هاي ستار وحي سقيامان وقوطالا ما رتا قيامان ادو حنبار سمات كيري دون تاي اوغو اما كيسكيسي اوغو درس يا قيد سوري هل كاينو غوتو والله اعلم.